عايزين نعمل وصفه كده لطيفه. القرع العسلي على فكره من الحاجات المفيده قوي، والحاجات الكمان حلوه ومحببه، ولما بيبقى ساقع بيتقدم كصنف ساقع في الثلاجه بيبقى مرطب وحلو. فخلينا كده نعمل حاجه بالقرع العسلي، مش بس في الشتاء يعني عشان نتدفى، لكن ممكن نعمل حاجه لطيفه. انا هعمل بشاميل حلو مسكر يعني، عشان احطه تقدروا تعملوه طواجن صغيره كده وتسقع في الثلاجه، تبقى كبديل لام علي ووصفات تانية صيفيه. تقدروا تعملوه كاسات ويبقى زي البودنج ويتحط في الثلاجه زي ما انتم عايزين تعملوه مهلبيه، مفيش مشكله. لكن انا حبيت ان انا اعمله مع حضراتكم النهارده. بصوا لونه رائع ازاي. القرع بنجيبه بنقطعها وبنشيل البذور، ولو انا عايزه احتفظ بجزء منه في الفريزر اذا الكميه كبيره عليا هقطعه مكعبات وهشيله في اكياس في الفريزر، وقت ما احتاج اطلعه اسلقه وقتها، لكن ما اشيلوش مسلوق. يعني بحس ان دايما لما بسبق بخطوه بيغير الطعم شويه في التسويه، يعني بيدي ريحه الفريزر للحاجه. طيب تعالوا يعني ايه نعمل بيه وصفه كده سريعه، ننزل المقادير. يلا بينا، هاخد كده ده واللبن، ناخد شويه من اللبن والبشاميل هنعمله كده بدقيق وزبده. بصوا 3 معالق كبار من الزبده و3 معالق كبار من الدقيق، وعندي لتر من اللبن اهو، وعندي ربع كوبايه من الكريمه، عندي كوبايتين ميه اذا احتجت كده. دي وصفه كده سريعه، حطوه بس ياخد لون جراتان وخلاص، شكرا اهو. وهنزل شويه من اللبن، بسم الله، معلش هشيل ده عشان اجيب الوسك التاني، مفيهاش اي مشكله، بسم الله. نعمل كده شويه بشاميل كده سريع. لما بسلق القرع بحط معاه شويه سكر ومعلقتين زبده وممكن عود قرفه لو حابين تدوله طعم حلو، غير كده ما بيحتاجش. اهو انا عايزه شويه بشاميل صغير، وهحط شويه الكريمه تدي طعم حلو للبشاميل ده، وطبعا شويه السكر، وهنقلب تقليبه حلوه هيديني بس قوام كده حلو. وهاخد بايركس اعمل فيه اهو، هاخد كده بايركس لطيف وليكن هذا. بعد ما سلقت القرع يا دوب على نار هاديه جدا، عليه رش عود قرفه، عليه ممكن معلقتين من السكر، وبوطي النار ما بضيفش ميه خالص، هو بينزل ميته لوحده اهو، بيبقى كده. لا حمرنا حلو زي ما انتوا عايزينه او اكتر كمان كده. تعالوا بقى هنا ناخد كده، هنزل شويه قرع بس، وهعمل كده هرفع ده بس معلش بقى عشان ايه انا مش ملتفته له كده. القرع اصفر في اورانج، لو عندكم الاثنين روعه. بصوا الجمال، لو عندكم بديل ليه بطاطا ممكن يبقى قرع وبطاطا هتبقى روعه، بس القرع بصراحه مفيد. عايزه اقول لكم القرع ده لو عايزين تعملوا منه حمام كريم، لو بتستخدموا نوع كونديشنر معين يعني، وجبتوا بس شويه من المسلوقين دول ضفتوهم على الوقت اللي هنيجي نحط الكونديشنر او البلسم ده على شعرنا، بينعم الشعر جدا. سيبوه ربع ساعه ونص ساعه وبعدين تشطفوا الشعر، روعه. انا بحبه يبقى فيه قطع كده. هنا هحط بقى كل الاورانج والاصفر مع بعض كميكس كده، وهجيب المكسرات هحط شويه من الزبيب، وهحط شويه من السوداني ممكن، وعندي كمان رشه من جوز الهند. وتعالوا كده نقلب. بصوا البشاميل الحلو خلاص تمام، عايزين تحطوا رشه فانيليا حطوا كده. هنشيل بقى الحاجات دي وهنبدأ نصب كده البشاميل الحلو، بسم الله. هيدخل تحت الشواية ياخد شوية لون الجراتان الحلو ده، وصحة وهنا على قلب حضراتكم. أو طواجن صغيرة زي ما تحبوا،
اللي يناسب حضراتكم واللي موجود كده. هسيبه بس شويه يهدى وهدخله تحت الشوايه فقط لان كل حاجه مستويه. هيدخل فرن متوسط حراره 180. هشغل الشوايه بس هي اكتر حاجه. ده هيتشرب كويس. بصوا من الجنب هنا عامل ازاي، شكله رائع. وهندخله ياخد اللون الجراتان الحلو. وممكن يبقى طواجن صغيره تدخل على صينيه بحمام ميه لو حابين، دي برضو فكره تانيه لو الفرن حامي اهو. تمام، هنقفل بقى وهنسيبه ياخد وقته. والنهارده احنا عملنا الرز اللي بالخلطه اللي دايما نقول احنا ايه، يعني ساعات ناس كتير قوي تبقى ساعات يعني ما بتعرفش تظبطه قوي شويه، لكن هو بسيط زي ما حضرتك شفتوا، فوش اي حاجه، لونه طالع زي ما احنا عملناه بالظبط بعد ما حرقنا السكر.